ايش قد خسر وظائف قطاع الاسماك بعد رجم البحيرات؟ والله خسر يعني تقريبا شو اقول لك؟ بال 500 مليون يعني بالدولار مو بالدينار، بال 500 مليون دولار خسر. نص مليار. تقريبا. ايش قد خسر وظائف عالم؟ اهو يعني احنا حكينا ذاك اليوم بالحلقه، يعني البحيرات تنتج اذا انتجت مليون طن 75% من هاي المليون طن للبحيرات اللي ردمت. فبقى من الكميه 25% من البحيرات للمجازه. ربع الكميه. ربع الكميه ظلت. زين جمعيتكم كم عضو؟ كم عضو؟ ايه. لحد هاللحظه مسجلين تقريبا 150 واحد. ايش قد تاثروا بموضوع الردم؟ وايد. يناشدوك؟ طبعا. توصل رسائل؟ طبعا. لمن؟ والله دائما عندنا لقاءات ويا وزاره الموارد المائيه بالذات. ما هي الردود للوزاره؟ والله دا تشكي من قله المياه الوارده. زين يعني قبل سنه سنتين كانت وارداتنا 6 7 مليار وكنا نربي ثروه سمكيه، الان 20 21 مليار. ليش ما نرجع الى تربيه الثروه؟ لا كان 100 مليار. لا هاي قبل 10 سنوات 70 مليار الفتره الماضيه. وهسه تشدد وزاره الموارد المائيه بتعليماتها صعوباتها دا تضع خلال على مربي الاسماك خصوصا البحيرات الطينيه، دا تحاول ما اعرف الها نيه تريد تلغي البحيرات الطينيه المجازه وغير مجازه والله ما اعرف. والله الغير مجازه غير مجازه بدين منها، بس البحيرات المجازه بتريد تلغيها وزاره الموارد المائيه. اذا عندها فكره الغاء ما اعرف يعني شنو السبب؟ تشدد هي على بود المي، احنا نرجع ونقول المشكله مشكله المي. فيراد اداره توسع بكميه الاداره على سبيل المثال. ليش ما نلقي بدل ما هالمصاريف نخلي مصاريف على مياه المبازل؟ يدعون انه مياه المبازل بها ملوثات. صح. من المبيدات من الاسمده اللي ترمى للمزارع مخلفاتها وين تروح المياه المبازل؟ زين ليش ما القي فد اليه فد وسيله معينه لاستخدام مياه المبازل لتربيه الاسماك ومعالجتها بحيث تصبح صالحه لتربيه الاسماك؟ هاي وحده. اثنين المياه الثقيلة. ليش ما تركيا المياه الثقيلة دا تحولها من مياه ثقيلة آسنة إلى مياه صالحة للاستخدام الصناعي والزراعي. أها. إي زين احنا ليش هالمادتين هذه عندنا فقط يعني مساعدة بالضبط. وبعدين اكو عندنا مشكلة شنو عندنا أيضا مصدر آخر مياه الآبار. ليش ما شوية أنطي مجال مياه الآبار خدمة للاقتصاد العراقي.